فجدامك يعني موضوع يخصني ايش تبين؟ المهم انت اتصلي لي بفواز دحين. يما ايش تبين بفواز؟ ابغى اكلمه، ابغى اقول له الشارع اللي يشوف زولك فيه ما يدخله، انا ابغى اوصل له رساله وهزقه. يما حبيبتي يرضيك يعني فواز يمشي بالمحكمه ويتكلم عليه قدام المحامين؟ يرضيك تفشليني؟ مو حرام عليك يما؟ عفي يا حبيبتي خلاص، ولو انك فضحتيني، انت فضحتيني يا مفضوحه، بس خلاص يلا خلاص ما راح اكلمه، انتهى الموضوع خلاص حبيبتي يلا.